الإجراءان الاستراتيجيان 2 و3 التركيز على الأسر والمجتمعات المحلية تعزيز الخدمات الأهداف العمل مع الأسر والمجتمعات المحلية لتحسين بيئتها وسلوكياتها بطرق تدعم الرعاية في مرحلة التنشئة تحسين الخدمات للأطفال الصغار وعائلاتهم بحيث تلعب خدمات الصحة والتغذية دورا محوريا التأكد من أن كافة مقدمي الرعاية وصغار الأطفال يحصلون على بعض الدعم للرعاية في مرحلة التنشئة وإنما لديهم حاجات إضافية يحصلون على دعم إضافي التركيز على الأسر والمجتمعات المحلية تقديم استشارات ودعم للأهل بمن في ذلك الآباء عبر بنى مجتمعية ونقاط اتصال موجودة بين الأهل وقطاعات مختلفة إشراك المجتمعات المحلية من خلال أيام أحداث توعية شهر حديثي الولادة يوم للولادات قبل الأوان نشاطات الأمومة الآمنة تعزيز قدرة الشبكات الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة القيام بحملات إعلامية متعددة الوسائط تعزيز الخدمات تحديد آليات فعالة للوصول إلى السكان المعرضين تضمين مفاهيم مهارات أساسية متعلقة بتقديم الرعاية سريعة الاستجابة في التدريب قبل الخدمة وأثناء الخدمة تطوير أدوات مساعدة على العمل وملصقات وبطاقات مشهورة عن مكونات الخمسة المترابطة للرعاية في مرحلة التنشئة تصميم مراجعة كتيبات الأم والطفل تصميم اختبار مواد لتعزيز الصحة النفسية لمقدمي الرعاية ورفاههم دمج التعليم من خلال اللعب في تربية الطفولة المبكرة بما في ذلك للاجئين والمشردين علامات التقدم يشكل الانتباه إلى الرعاية في مرحلة التنشئة وإلى رفاه مقدمي الرعاية جزءا أساسيا من الخدمات الروتينية بدءا من فترة الحمل الخدمات متوفرة لكل طفل بمن في ذلك السكان الضعفاء والأسر والأطفال ذوي الاحتياجات الإضافية جرى تحديث مناهج التدريب قبل الخدمة وأثنائها والمواد والمعينات الوظيفية هنالك فريق من كبار المدربين والميسرين هنالك سياسات تحمي وتدعم القوى العاملة أعضاء المجتمع المحلي منخرطون بفعالية في التخطيط والتنفيذ والرصد بدأت تجري الاتصالات والحملات متعددة الوسائط